الراجل مستر موسيماني دخل قلوب الناس بسرعه، يعني خلال 4 5 ايام رافعين الصور وهو بيصور من الاتوبيس، وتحس كده ان البدايه زي ما احنا قلنا فيها قبول من الناس. هي دي ميزه الجمهور الاهلي، يعني ميزه جمهور الاهلي ان دايما بيتعاطف او بيساند المدير الفني وبيديله الدعم على طول. بص الصوره قدامنا اهي. ما انا بقول لك يعني رغم ان هم اعداد قليله بس طبعا هو بيصور هو كمان. بتدي مردود. هو بيحب يصور يعني حتى برده كان في مباراتنا مع سان داونز برده كان بيصور الجمهور. أيوه. يعني مظبوط. صح. بيحب ان هو يوثق الحاجات دي عنده. أيوه. وفي مدربين كتير بيحبوا ان يبقى عندهم ماتيريال للماتشات بتاعتهم والاحداث اللي هم بيعيشوها. صحيح. بتبقى ذكرى حلوه بعد كده يعني. صحيح. لكن هو جمهور الاهلي دايما بيدعم اي مدير فني بيجي له، ودي ميزه الاهلي ان جمهوره هو سر قوته وسر الباور اللي بيديه لل هو شكله متواضع كمان يعني. وزي ما قال سامي انت احنا سافرنا افريقيا كلنا عارفين ان الافارقه طيبين يعني. أوي. الافارقه طالما بتعاملهم بشكل كويس وبمتواضع هم متواضعين وطيبين. صحيح. وبيكنوا طبعا احترام كبير جدا لشمال افريقيا، عارفين يعني ايه قدر مصر طبعا في افريقيا. مصر دوله ليها تاريخ كبير وليها وجود وليها حضاره وليها تواجد قوي جدا في افريقيا خصوصا من الفتره الاخيره مع توجهات طبعا سياده الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي. لا يعني في توجه لافريقيا بشكل قوي.